السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى. والبداية بالعناوين. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، منظور ملكي استراتيجي واستشرافي وخارطة طريق لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد المائية بالمغرب. وتأهلنا تاريخي لأسود الأطلس للمربع الذهبي للأولمبياد بعد فوز مستحق على المنتخب الأمريكي برباعية دون رد، وطموح جارف يحدو العناصر الوطنية لمواصلة المشوار أمام المنتخب الإسباني في دور نصف النهائي. ميناء الدخل الأطلسي مشروع ضخم برؤية ملكية استراتيجية لتعزيز الإشعاع القاري والدولي للأقاليم الجنوبية للمملكة. قدم الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد خارطة طريق بحلول عقلانية ومبتكرة لمجابهة إشكالية الإجهاد المائي. الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية وطنية، يؤكد الخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى تطوير مشاريع تحلية مياه البحر وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية مع مواصلة استكمال برنامج بناء السدود. تقرير سمير أصبان ومحمد الجبيري. حل إشكالية الإجهاد المائي في صلب الاهتمام الملكي. الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد كان خطاب التشخيص للإشكالية مع الحلول الاستباقية. قدم حلولا عقلانية واقعية ومبتكرة لإشكالية فرضتها التغيرات المناخية وأثرت على احتياطات المملكة من هذه المادة الحيوية. متوالي 6 سنوات من الجفاف أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية وجعل وضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق لا سيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصائص في الماء. الخطاب الملكي السامي توقف عند رهانات مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وهي من بين الحلول الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب كثيرا لتطويق إشكالية الإجهاد المائي. مشاريع محطات تحلية مياه البحر تستهدف تعبئة 1,700,000,000 متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المملكة من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات في أفق 2030. مجابهة إشكالية الإجهاد المائي تقتضي التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. في هذا الصدد دعا الخطاب الملكي السامي إلى تطوير صناعة تحلية المياه في المملكة. وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية. الخطاب الملكي السامي دعا أيضاً إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة. بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال الماء، خصوصا مواصلة سياسة بناء السدود وتسريع وتيرة إنجازها، تتوفر بلادنا حاليا على رصيد من البنية التحتية المائية جد مهمة، تتمثل أساسا في 154 سد كبير إضافة إلى سدود صغرى وسدود كبرى في طور الإنجاز كذلك. الحفاظ على الماء أمانة في عنق كل المواطنين، يؤكد الخطاب الملكي السامي. تبني ثقافة الاقتصاد في استهلاك الماء بات أمراً استعجالياً لبناء جيل يدرك قيمة هذه المادة الحيوية.
نقطة مهمة والتي شكلت موضوع الخطاب الملكي ترتبط بإشكالية الماء ومشكلة ندرة الماء، حيث حدد فيه جلالة الملك خطوات أو خارطة الطريق من أجل تدارك هذا الاختلال. هذه إشارة قوية على أن جلالة الملك يعتبر أن مشكل المياه مشكل مهم جدا يهم الوطن ككل، وبالتالي كانت إشارة قوية تضمنت كل الخطاب. الحفاظ على الثروة المائية بات اليوم مسؤولية مشتركة بين كل مكونات المجتمع لمواكبة طموحات رؤية ملكية مستنيرة تطرح اليوم خارطة طريق مبتكرة لتجاوز حالة الإجهاد المائي. حقق المنتخب الوطني الأولمبي تأهلا تاريخيا مستحقا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد فوزه برباعية دون رد على نظيره الأمريكي في لقاء الربع. فوز بالأداء وبنتيجة أكدت عبره العناصر الوطنية أن ماضية قدم من أجل إسعاد المغاربة في هذا المحفل الأولمبي. محمد بن زركة. مباراة الخروج المباشر أو الاستمرار في المنافسات وأولى مباريات دور ربع نهائي أولمبياد باريس في المستديرة الساحرة، ملعب بارك دي برانس بباريس امتلأ عن بكرة أبيه بالجماهير المغربية العريضة، وكأني به ملعب ستاد دونور. وبعد فترة حيص بيص والحيطة والحذر، والبداية كانت جيدة، فبعد 27 دقيقة ضربة جزاء لاحت في الأفق. حكم اللقاء كان قريبا من المشهد. القناص وهداف نسخة باريس 2024 الجوليادور سفيان رحيمي، والهدف الأول من نقطة الجزاء وهو الهدف الخامس لهذا الهداف، هي البداية فقط. أوتوماتيزمات باتت مدروسة وتقنيات عالية الجودة والسهل الممتنع وامتلاك للكرة عناوين كفاءات المملكة، لينتهي الشوط الأول مغربيا بهدف للا شيء. وفي المشهد الثاني وبعد نزول نسبي في مستوى الأداء للعناصر الوطنية وبعد استراحة محارب، الدقيقة 64 سينطلق الفستيفال العرض. تمريرة في العمق من أشرف حكيمي نحو السريع عبد الصمد الزلزولي الذي توغل ومرر على المقاس وبدقة للمبدع أخماش، والذي كان في المكان المناسب ليسكن الكرة في شباك الولايات المتحدة الأمريكية وليحرر لاعب المنتخب الأولمبي بتدوينه الهدف الثاني، وهو هدف الإطمئنان لتفتح أبواب المربع الذهبي على مصراعيه في سماء باريس. العميد والظهير النفاث أشرف حكيمي وكأنه قطار البراق السريع تجفي، ومن الرباط إلى باريس وبسرعة فائقة وبذهاء اللاعبين الكبار سدد نحو شباك USA مدونا الهدف الثالث. فرحة مستحقة لعائلة أشرف حكيمي ومعها الجماهير المغربية العريضة المساندة والمؤازرة للمنتخب الوطني. وبينما كانت شمس المباراة تسير نحو الغروب وباحترافية عالية، واصل لاعب المنتخب الوطني الأولمبي الضغط على دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، وضربة جزاء في آخر رمق اللقاء، ضربة جزاء انبرى لها وبنجاح البديل اللاعب موهوب ورابع الأهداف، هي رباعية مذوية وتكتيك موفق من الإطار الوطني طارق سكيوي الذي عرف كيف يجاري دقائق المباراة. وتأهل مستحق وغير مسبوق وتاريخي لكرة القدم الوطنية في تاريخ الألعاب الأولمبية. العين باتت مصوبة نحو الهدف النهائي، وكأني بسماء باريس تبتسم مشرقة مضيئة، وباتت سماء عاصمة الأنوار الفرنسية فأل خير على المغرب. ونتابع ماذا قال المدرب الوطني طارق سكيتيوي وعدد من لاعبي النخبة عقب هذه المباراة. المرة اللي فاتت دازت مقابلة ماشي سهلة، هذه المرة كانت مقابلة أصعب،
تكتيكية أكثر، ولكن الرجال كانوا عند حسن الظن. أنا كنحمد الله وعملوا بواحد الطريقة كبيرة بزاف من أول يوم، ما كانش أمور سهلة، ولكن يزون كومبونسي من أول فيديو اللي كنا درنا بعضياتنا، من أول شيء مع اللي كنا درنا بعضياتنا، نزلنا كما تنقولوا لو بوغ لو كونتر. وكنظن بأن مرة واحدة أخرى كاينين الرجال كيفهموا وضحاو كثير كثير كثير، لا خلال الاستعدادات ولا خلال المقابلات، فكنوجه لهم تحية كبيرة وتنقول لهم بأنني كنحبهم. نحن هنا لأجل إسعاد الشعب المغربي قاطبة، إنه شرف لي وأنا سعيد بكتابة التاريخ مع منتخب بلادي، أتمنى أن نحصد ميدالية أولمبية بإذن الله. لا الحمد لله اليوم عاود درنا الاستوري مع المنتخب، دونك أنا سي انكريابل والله الحمد لله، ولكن باقي ما كملت، باقي ما درنا الخدمة كاملين، دونك خصنا نديرو لي ميدايل جولد ان شاء الله ونديرو المجهود ديالنا حتى باغينا نفرحوا هذا الجمهور اللي عندنا احسن في العالم. الحمد لله سيمبري اغراديسير الله سبحانه وتعالى بور todo lo que nos da y lo que nos quita. الحمد لله دائما والشكر له على كل ما أعطانا. اليوم بفضل الله انتصرنا وسنذهب إلى مارسيليا برغبة كبيرة للتأهل إلى المباراة النهائية إن شاء الله. ويوم المباراة في باريس لم يكن يوما كسابقيه، ليس فقط بالنسبة للاعبي الفريق الوطني، بل كان يوما خاصا جدا لجماهير المغرب التي تحضر لهكذا مباريات، وفق تفاصيل وتحركات تنقلها لنا من باريس. بعثة الأولى مع خالد أزدون، حسن سيلا، واجهة ليبري. بورت سان كلو، من هنا بدأت حكاية أخرى. من هنا انطلق كل ما هو مغربي عاشق لبلد الاثنى عشر قرنا. من هنا أيضا انبعث هذا الفخر بأبناء بلد لا ولم يتوانوا يوما في إظهار ارتباطهم بوطنهم مهما بعدت المسافات. المنتخب الوطني الأولمبي صورة من صور هذا الارتباط. كل شوارع باريس اليوم تؤدي إلى ملعب حديقة الأمراء، والموعد هناك مع الأسود. حديث المكان حول تذاكر فقدت قبل اللقاء بأيام خلت، الأمر لم يثني بعضا ممن حضر، المهم أن يكون بأقرب نقطة من المنتخب حتى ولو من خارج الملعب. والله العظيم احنا فرنسا راه تقريبا الناس المغاربه راك شاهر هنايا، والناس اللي كيحبوا المنتخب ديالهم كيحبوا الوطن ديالهم، وان شاء الله نتمناو الفوز في هذه المقابله ان شاء الله. حضرنا ولا ما حضرناش احنا معكم. انا راه جيت من الليل ما عندي لا تيكيلا والو، كنطالبوا باش الناس يديروا لنا شي حل، الله يجزيكم بخير والله. من 8 الصباح وانا شاد الطريق حتى لدابا، انا خديت البيه ديالي من شهر 3 مارس اللي فات، كنت متيقن واخا كلشي كيقول لك انا المغرب غيدوز شي تاتو جروب، متيقن على المغرب غيدوز هو الاول في الجروب، غيتاهل وغيلعب في باري. عاش المغرب، عاش سيدنا، عاش ليكيب ديالنا كل نهار رجاله. رحله مده يومين من المغرب باش نتفرج ان شاء الله في المنتخب المغربي، ما حلفنيش لحد انني نتحصل على تذاكر مع اولادي، ولكن حنا ديما مع المغرب ان شاء الله. دقائق على انطلاق المباراة وهذا هو الشعار. هكذا هي الأجواء صباح اليوم، الوجهة لكل المغرب المتواجدين هنا بباريس نحو البارك دي برانس من أجل تقديم الدعم والسند للمنتخب الوطني. هم في الموعد، سوف نكتشف بعدها كيف هي الأجواء نتمنها للمنتخب الوطني. رباعية نظيفة دفعت الجمهور الأمريكي أن يغادر أولا، بعدها على العلم المغربي، وانطلقت الأفراح في كل الاتجاهات، كما لو أن الأمر يتعلق بإحدى المدن المغربية. مشينا لسانت إتيان تفرجنا في ثلاثة الماتشات، دونك سانت إتيان درنا أبخي دوزيام ماتش سانت إتيان في نيس، الحمد لله في باري، ونتبعوهم إن شاء الله لمارسي. عندنا لا نوفيل جينيراسيون ماروكان فيير دوتخ ماروكان. ألي ماروك ديما مغرب. سي دي سوفينير لي تنكريو مع وليداتنا، إي سا إيفي
ليموسيون ماروكين اللي في لامور ديال المغرب لامور ديال البلاد تو سامبلمون دونك انا فيير دو ماروك الحمد لله سا سي ان كور اي سا سي ليتوال دو مغرب باسكو جيم مون بيي ديما مغرب جادور مون بيي. هكذا اصبحت الجماهير تشارك المنتخب في كتابة حكايات تألق مغربي من سانتيتيان الى نيس ومنها الى باريس والوجهة القادمة مارسيليا. تعهد المغاربة على ان نلتقي مرة اخرى بحديقة الامراء هذه المرة مع المشهد الختامي من الحكاية. فرحة عارمة هنا مغربية بجنبات بارك دي برانس بباريس. هذه الجماهير كانت الدعم والسند للمنتخب الوطني الذي ضمن مقعدا بنصفي النهائي. هذه الجماهير وعدت المنتخب الوطني بالرحيل إلى مارسيليا من أجل مواصلة الدعم. خالد أزدن حسن سيلا جهاد لبري قناة الأولى من باريس. وعبارة ربوعي المملكة مساندة قوية يقدمها الجمهور المغربي للمنتخب الأولمبي. رد فعل الجماهيري بعد الفوز المستحق على نظيره الأمريكي مع كوثر بوتير ورشيد العتبي وسفيان إبراهيم. لحظات ذهبية فالحدث تاريخي تفجرت من خلاله مشاعر الفخر والانتصار في قلوب الجماهير من قلب الرباط إلى عمق الأطلس ومن شواطئ طنجة إلى الصحراء المغربية. اشتد حماسهم مع كل هدف استقر في الشباك. هنيئا الشعب المغربي بهذا الفوز اللي جا في واحد الحمد لله مع عيد العرش المجيد اللي هو هديه صاحب الجلاله الله ينصرو. الدراري لعبوا وداروا اكثر من جهدهم وتبارك الله كاين تحسن مباراه مور المباراه تيكون تحسن وان شاء الله الميداليه الذهبيه غتكون مناسب للمنتخب المغربي. الحمد لله المقابله كانت في المستوى والدراري فرحونا بزاف وهزوا الدرابو ديالنا في العالم والحمد لله غادي نتقدموا والمقابلة الجاية إن شاء الله غتكون حسن من هاتشي والدراري الحمد لله حيدوا ستريس ديالهم على المقابلات. الحمد لله تأهل وانتصار تاريخي. اللاعبين كانوا رجال روح قتالية عالية حتى اللاعبين اللي عزز بهم المدرب طارق سكيتيوي أدوا المهام ديالهم على شكل جيد. احنا اليوم فرحانين بالمنتخب ديالنا وفخور به وتيقن في الملاعبيه كاملين صنعنا التاريخ في قطر وهذا العام نصنعوه ان شاء الله في فرنسا وعندي الميداليه الذهبيه وديما مغرب. يهللون باسماء ابطالهم بفرح طفولي ينتقون المفضل لديهم وكانما فتحت ابواب الحلم على مصراعيها. لحظه تجمع بين التاريخ والحاضر بين القلب والعقل فكل هجمه وكل تصدي كل تمريره وكل هدف كانوا يترددون في قلوب الملايين كنبضات عشق لا تنتهي. لعبوا مزيان وكانوا لعابه في المستوى بالضبط حكيمي ورحيمي وكنوجه رساله الشكر للسيد المدرب واللعابه. حكيمي عجبني كان كيلعب مزيان وعجبني وان شاء الله يربحوا حتى في الماتشات الجايين. واحد المقابله اللي هي جات بواحد المناسبه ديال عيد العرش المجيد صاحب الجلاله الله ينصره والله يخليه لينا وما دام الا هديه اللي نقدموا ليه فهذا تنشكروا اللاعبين وتنشكروا الجمهور المغربي اللي تيساند الفريق الوطني في اي دوله وفي اي مكان. الحمد لله المباراه اليوم كانت مزيانه في المستوى وكنتمنوا ان شاء الله المباراه الجايه تكون محسن وتكون ان شاء الله شي 4-0 ولا 4-1. كنتمنوا انهم يوصلوا للنصف يعني النهائي من عبورهم من خلال النصف النهائي يكون ان شاء الله مقابله قويه. واكيد ان المنتخب الوطني حتى لما جابش الميداليه الذهبيه فهو حقق واحد المستوى احنا راضين عليه وفرحانين به وكنتمنوا اننا نكونوا ان شاء الله يعني في المحافل الدوليه من خيره المنتخبات العالميه. هو أكثر من مجرد تأهل، هي قصة كفاح وأمل، رواية وطن يحمل في طياته طموحات أجيال تتوق للمجد. صفرة النهاية أعلنت عن انتصار أمة بأسرها. ومن باريس نتابع تصريحات مغاربة العالم الذين ساندوا أسود الأطلس في رحلته بالأولمبياد. 4-0 ضمي في كاتر فينال شي ما عمرنا عشناه وحنا يلا وصل الميطو الأولى وقطعنا البي ديال دومي فينال نهار 2 كنا عارفين صافي المغرب يدوزو
الله الوطن الملك. تبارك الله على الدراري ديالنا، وان شاء الله لا فينال ديالتنا ان شاء الله هذه البطوله هذه مغربيه. وحنا فرحانين اليوم بزاف بزاف بهذا الانتصار هذا، وان شاء الله نهار اثنين نلقاونا في مارسي والفينال عاوتاني هنايا وديما مغرب. الفينال ان شاء الله هنايا الفينال وميداي دور ان شاء الله. اجواء رائعه، النتيجه والاداء رائعين. من الاول كان الماتش كان ماتش صعيب، ولكن عرفنا كيفاش نجيروا الماتش. صراحه فرحانين بزاف صراحه، في الاول سيتي ان بو سيري، مي من بعد من ورا البرومي صراحه البيوت ديال رحيمي ارتاحينا شي شويه، ولكن كان خاصنا الثاني. Un match incroyable, incroyable, alhamdoulilah, l'équipe nous a vraiment donné envie de les supporter au maximum, on est hyper fiers. Dima le Maghreb, Dima le Maghreb, Dima le Maghreb, Allah, Al-Watan, Al-Malik. J'ai la main le Maghreb, j'ai la tiara, j'ai la Dima le Maghreb. الحمد لله شرفونا الوليدات اليوم، وحنا جينا من المغرب وفرحانين وغادي ناشطين. ويحيى الملك، ويحيى الملك. حنا فرحانين بالاداء ديال المنتخب الوطني اليوم، فرحونا فرجونا، داروا مباراه في المستوى، وان شاء الله النهايه غادي يلعبوا مزيان وغربحوها ان شاء الله. شفنا من بعد الانجاز ديال قطر وتاهل نصف النهائي مره اخرى المغرب في نصف نهائي اولمبياد، هذا ما الا فخر لنا حنا كاملين كمغاربه. كزعما كنظن في الماتشات بربعه اليوم هو الماتش اللي ميتريزينا لو بلوس، ما من حمدي ما تختبرش بزاف، وفرحان بزاف حتى على ود النتيجه 4-0 ماشي سهله في الكارت فينال مع الفرق، مع فرقه اللي دازت دوزيام في الجروب لي ستازيوني كما كيعرفها كلشي انها فريق صعيب ودومينا الماتش نتيجه واداء. وكانت هذه فرصه ديال الالعاب الاولمبيه انه الجمهور المغربي والجاليه المغربيه ومن الناس اللي جاوا من المغرب احنا نحضروا هنايا وقربوا الاجواء ديال المغرب لهنا. وكنقول شكرا للعابه وشكرا لاي واحد ديبلاصا، وان شاء الله كنتمنى نديو الذهبيه هنا في هذا التيران ان شاء الله. شكرا لاسود الاطلس، شكرا لهم بزاف اللي داروا لنا هذا الفوز، هذا الفوز القيم هذا، وان شاء الله الذهبيه ان شاء الله. الذكرى 25 لعيد العرش المجيد مناسبة لاستحضار المشاريع التنموية الكبرى التي أنجزتها المملكة في شتى المجالات. مشاريع همت مختلف الميادين ذات الارتباط بالبنى التحتية والنهوض بالاقتصاد الوطني وبعمقه الافريقي، كما هو الحال بالنسبة للميناء الأطلسي بالدخلة. المشروع يجسد طموح المملكة لإعطاء دفعة قوية للتنمية بأقاليمنا الجنوبية. بقابليمي ومحمد الدس. يعتبر الميناء الجديد للداخل الأطلسي من المشاريع الضخمة التي أطلقها المغرب في السنوات الأخيرة. هذا المشروع المهيكل المندرج في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية يجسد التزام المغرب تجاه إفريقيا وانخراطه في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات التعاون والشراكة بين باقي بلدان القارة. أشغل حاليا في ميناء دخل الأطلسي وصلت 20%، دونك انتهينا من الأشغال التحضيرية وبدينا في الأشغال النهائية للمشروع. الأهمية ديال المشروع كتجلى على المستوى الجيوستراتيجي وعلى المستوى الجهوي أيضا، بحيث أن على المستوى الجيوستراتيجي فهو غادي يشجع وغادي يلعب دور هام بالنسبة للتكامل الاقتصادي الإفريقي ما بين المغرب وأفريقيا، وغادي يوضع إن شاء الله القارة الإفريقية فيما يخص التبادلات التجارية وعلى المستوى السوق العالمية من حيث النقل البحري. الدور ايضا غادي يلعبوا لانه ميناء دخل في اطار النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه، وبالفعل لانه غادي يعطي واحد الدفعه نوعيه للتطور الاقتصادي والاجتماعي بالجهه وبالاقاليم الجنوبيه. ميناء والداخل الأطلسي المشروع الضخم الذي يتكون أساسا من 3 أحواض مختلفة مخصصة للتجارة والصيد البحري وإصلاح السفن، تصل طاقته الاستيعابية 35 مليون طن من البضائع سنويا، سيعزز الربط التجاري بين القارات أوروبا إفريقيا وأمريكا. C'est un port de liaison, c'est un pont entre les peuples.
إنه ميناء يربط بين الشعوب، اتحاد بين إفريقيا وأوروبا، وكذلك بين الشعوب الإفريقية أنفسهم. ميناء التضامن هذا من جهة، من جهة أخرى سيسمح لشعوب دول الساحل أن تصبح لهم واجهة بحرية، لأن العديد من الدول مثل مالي، النيجر، بوركينا فاسو وتشاد ليست لديهم واجهة بحرية. هذا القرب بين المغرب وأوروبا سيمكن هذه الدول من الوصول إلى عدد من السلع التي ستسهل الحياة اليومية لشعوب هذه الدول. ميناء الدخلة فرصة كبيرة بالنسبة لدول الساحل، لأنه كواجهة سيجمع عدة دول بالمغرب، مما يفسح المجال للتبادل التجاري، وهذه جوانب إيجابية وقيمة مضافة لهذا الميناء الذي لا يزال في طور البناء، وأتمنى أن تكلل مراحل التشييد بالنجاح. هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية شاملة يرمها المغرب من خلالها تقوية بنيتها التحتية المينائية. فالموقع الاستراتيجي لميناء الدخل الأطلسي سيجعل من الأقاليم الجنوبية للمملكة بوابة للتبادل التجاري مع القارة الإفريقية. أعتقد بأن ميناء الدخل الأطلسي الجديد سيشكل منصة مهمة في تجسيد أولا الرؤية الملكية الرامية إلى انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، كذلك الرؤية الملكية الرامية إلى خلق شراكات مع دول الساحل من أجل الاستفادة من الأطلسي. المشروع الأطلسي الإفريقي الذي يقوم على مرتكزات اقتصادية تعكس الرغبة في إرساء توجهات استراتيجية تعزز الحضور الأطلسي للقارة، وسيسهم في إرساء جوار بناء يدعم التعاون والسلم من خلال الرغبة في دعم ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي وتكريس نمط بناء متوازن مع التعاون جنوب-جنوب الذي يتأسس على الربح المتبادل. دوليا، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دمرت منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بمقتل نحو 40,000 شخص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، فضلا عن مآسي إنسانية يعيشها الفلسطينيون كل يوم. حافظ الهواري. أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن ثلثي المباني في قطاع غزة تضررت أو دمرت بالكامل منذ بدء الحرب في غزة، ويقدر عدد المباني المتضررة والمدمرة بحوالي 151,265 مبنى في قطاع غزة، بالاستناد إلى أرقام وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة أونوسات. ومن بين المباني المتضررة هناك 30% مدمر تماما، و 12% متضرر على نحو خطير، و 36% متضرر على نحو متوسط، و 20% متضرر على الأرجح. وبدا التأثير واضحا على البنيات التحتية والمرافق الأساسية. إلى جانب الدمار يعاني قطاع غزة من الجوع وسوء التغذية، وإن كانت الأمم المتحدة لم تعلن رسميا المجاعة في غزة، فالخبراء يؤكدون أن الجوع منتشر في المنطقة المحاصرة من طرف إسرائيل، مع وصول القليل من المساعدات الغذائية إلى السكان البالغ عددهم 1,400,000 نسمة. وتنفي إسرائيل أي مجاعة في قطاع غزة، وتلقي اللوم على الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بسبب ما تقول إنه توزيع غير فعال للإمدادات. الفلسطينيون يؤكدون أنهم اضطروا إلى غلي الأعشاب من أجل إبقاء أطفالهم على الحياة. برباط أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وسفارة فلسطين فعالية نصرة غزة والأسير من أجل الاحتجاج والتنديد بالأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان غزة والأسرى الفلسطينيون بالسجون الإسرائيلية. الحبيب جبران وعبد الرحيم فيلون. تطورات القضية الفلسطينية وما يعيشه قطاع غزة من عدوان منذ أشهر عديدة
في قلب اهتمام المغاربة قاطبة، اهتمام يترجم اليوم عبر إطلاق فعاليات نصرة غزة والأسير، استنكارا لما يعيشه سكان غزة من استمرار لمظاهر العدوان في حقهم وتدهور لأوضاعهم، فضلا عما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. نوجه الشكر للمغرب ملكا وحكومة وشعبا، وننوه إلى خطاب جلالة الملك في يوم عيد العرش الذي طالب أولا بوقف العدوان، وثانيا لن يكون هناك سلام ولا أمن في المنطقة دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وأن تعتبر غزة جزء من الدولة الفلسطينية والقدس عاصمة لها. اليوم سنعطي انطلاقات هذه الفعاليات التي بدأها المغاربة منذ أمس، وما وصل لنا اليوم من أرقام في أكثر من 30 مدينة مغربية أعلن على القيام بهذه الفعاليات. هذا هو حال المغاربة ومؤسساته من أجل نصرة غزة، نصرة فلسطين ونصرة الأسير. إطلاق فعاليات نصرة غزة والأسير تذكير للمنتظم الدولي بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ودق لناقوس الخطر إزاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان خلف آلاف الشهداء والجرحى وظروفا إنسانية واجتماعية صعبة. بمناسبة اليوم العالمي للإبادة الجماعية بالكونغو الديمقراطية، نظمت سفارة الكونغو الديمقراطية برباط بالكاتدرائية سان بيير لقاء تحسيسيا بحضور سفير دولة الكونغو الديمقراطية وعدد من الكونغوليين المقيمين بالمغرب. نظمنا هذا اليوم بقرار حكومي لدولة الكونغو الديمقراطية تكريما لضحايا الإبادة الجماعية. 10 ملايين شخص قتلوا بسبب حرب لا يمكن السيطرة عليها. الحرب العالمية الأولى أسفرت عن مقتل 18 مليون شخص، لكن دولة واحدة قتل فيها أكثر من 10 ملايين، وهذا شيء غير معقول. برباط أحيت المجموعة التجارية للمديح والسماع أمسية دينية تخللتها فقرات إنشادية احتفالا بالذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصر الله على عرش أسلافه الميامين. في ليلة ساهرة استمتع الحاضرون بفن السماع والمديح مع فقرات إنشادية وروحية على الطريقة التجانية. المشي خطه تجانيته نظمت بالمناسبة هذه الحفلة، حفلة المديح والسماع الذي يكون افتتاحا وإذانا وتدشينا وبداية لعمل هذه الفرقة. هذه الأمسية المباركة رفقة الشريف سيدي محمد الكبير الشيخ الزاوية التجانية، مسرور جدا بوجودي بجواره هنا لحضور هذه الأمسية المباركة. حدث ثقافي نظم بمناسبة الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين. لأول مرة سنحيي حفلا سنقدم فيه غرر قصائد سادتنا التيجانيين من أمثال سيدي إبراهيم الرياحي وأبي المواهب والمرابح مولانا العربي بن السائح وكذلك سيدي كنسوس إلى غيره من فطاحل وأرباب المديح التيجانيين. فن السماع والمديح فن أصيل يندرج ضمن الموروث الثقافي والحضاري والضارب في عمق التاريخ المغربي. الآن توقعات الجوية ضمن تقرير لبنى بن ربي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية. من المتوقع أن تكون الأجواء حارة بسهولة تادلة رحمنا بالجنوب الشرقي بالمنطقة الشرقية وأيضا بوسط وجنوب المملكة.
بالنسبة للأجواء خلال الظهيرة ستكون غائمة جزئيا بالأطلس المتوسط وجنوب المنطقة الشرقية، وخلال المساء ستظهر سحب منخفضة وكثيفة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة القصوى ستصل إلى 43 درجة بفيجي، 40 درجة ستسجل بوجدة، 36 درجة بتطوان وطنجة، 44 درجة مرتقبة بمراكش، 48 درجة ستسجل بتارودانت، 47 درجة بمدينة إقليميم، 46 درجة ستسجل بالسمارة، و40 درجة بليون. أما حالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بالمتوسط وسواحل البوغاز، قليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الشمالية، وسيكون هائج إلى كثير الهيجان بالسواحل الوسطى والجنوبية. نشكركم على طيب المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد، منظور ملكي استراتيجي واستشرافي وخارطة طريق لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وضمان استدامة الموارد المائية بالمغرب. وتأهل تاريخي لأسود الأطلس للمربع الذهبي للأولمبياد بعد فوز مستحق على المنتخب الأمريكي برباعية دون رد. طموح جارف يحدو العناصر الوطنية المواصلة المشوار أمام المنتخب الإسباني في دور نصف النهائي. ميناء الدخل الأطلسي مشروع ضخم برؤية ملكية استراتيجية لتعزيز الإشعاع القاري والدولي للأقاليم الجنوبية للمملكة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء الحين.